السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناه سر شجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. انا اسمي محمد تحسين. تخيل كده معايا ان دلوقتي في بعض المناطق في دوله معينه بيستخدموا فيها الوز في الشرطه. تخيل الوز، الوز اللي هو الوز ابو دماغ ابو رقبه طويله ده. قبل ما اقول لك هي ايه، انت طبعا كده كده انت مش يعني مش هتستغرب قوي لان البلد دي فيها كل العجائب، وان هي الصين. الصين في بعض المناطق فيها ما بيستخدموش الكلاب في الشرطه وبيستخدموا الوز. طب ليه الوز؟ الوز اولا اكله صغير، يعني اكله تكلفته قليله وتربيته كمان قليله، دي حاجه من ضمن الحاجات البسيطه يعني. الوز كمان نظره بعيد جدا، يعني نظره بيجيب من على بعد كويس جدا. الوز ما بيحبش الناس الغريبه، يعني الوز لو عارف ان في ناس غريبه بيقعد يطلع اصوات، وان هو يقعد على طول شغال بيطلع اصوات علشان يعني ايه، ما بيحبش الناس الغريبه، فطبعا بينبه رجال الشرطه ان هو في حد غريب في المنطقه دي. كمان فكره الوز عن الكلاب، ان الكلاب لو انت واحد او حراميه مثلا داخلين يقتحموا بيت، فممكن يرمي للكلب حته لحمه يرميها له مثلا ويحطها له فيها سم او فيها مخدر او اي حاجه، فالكلب يتلهي فينام او يبعد عن الحاجه دي. اما الوز لو انت اكلته حاجه او رميت له حاجه، فالوز عشان هو بياكل فهيضطر يعمل اصوات اعلى واعلى، لو هو حب الاكل فهيضطر يعمل اصوات اعلى واعلى. فدي من ضمن الحاجات الغريبه جدا انا اكتشفتها، ان الصين بتستخدم الوز. بس كان معكم محمد تحسين، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. شكرا جدا لكم.